طيب اهلا وسهلا بكم. يعني ريحه السمك المفحفحه. اتهم مستشار جمعيه حمايه المستهلك في الاسماك وثمار البحار محمد مرزوق منافذ الجمارك بالتلاعب وتسهيل دخول مواد غذائيه واسماك ولحوم دون فحصها وارسال اوراقها للبنك دون ارسالها للجهه المختصه وهي هيئه الدواء والغذاء للكشف عليها. فيما انكر رئيس الجمعيه الاستاذ ناصر السليم والدكتور ناصر السليم صحه الخبر عبر اتصال معي هلا، واقال المستشار محمد المرزوق راح نشوف الاستاذ محمد هل هذا صحيح. لنناقش هذا الموضوع يسرنا نرحب معنا مستشار جمعيه حمايه المستهلك المقال او اللي هو الاستاذ محمد المرزوق. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. ويسرني ايضا ان ارحب بالاستاذ عبد المحسن الشنيفي وهو مدير عام اداره القيود بمصلحه الجمارك السعوديه. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا يا مرحبا. وايضا يسرني ان ارحب بالاستاذ ناصر التويم وهو رئيس جمعيه حمايه المستهلك الذي سيكون معنا هاتفيا. ابدا معك، قل لي سريعا ما الذي دار بينكم؟ هل فعلا انت اقلت؟ هل فعلا لا، الكلام هذا ما هو صحيح ولا وصلني اي خبر بالاقاله. إيه؟ كنت على حوار مع الدكتور ناصر في هذا الموضوع. طبعا انا ما اتهم الجمارك بكيانها، هناك حالات فرديه. وين تتهم؟ وين بالضبط؟ اتهم المعاينه الجمركيه. وين في الضبط؟ المعاينه الجمركيه في الجمرك يجب ان تكون من عده جهات رقابيه، من الغذاء والدواء، من مكافحه الغش التجاري، من هيئه المواصفات والمقاييس. نعم. يجب أن تشكل لجان للمعاينة الجمركية، لأن هناك حالات فردية يعني هي التي تضر مصلحة الجمارك ككل. ففي حلقة سابقة كانت لي في برنامج نوافذ عن الأسماك الباسة الفيتنامية وعملية نشأتها في بيئة ملوثة في نهر التوكماندو. الأسماك هذه تأكل من فضلات الأنهار وتأكل من الحشرات وتأكل من بقايا الحيوانات، وللأسف الشديد أنها تدخل عندنا للمملكة. جهود مشكورة تقوم فيها مصلحة الجمارك، وجهود مشكورة تقوم فيها هيئة الغذاء والدواء والجهات المختصة، لكن بعض الأخطاء من بعض الأفراد تدخل بعض الأسماك التي لا يتم عليها عملية فحص. في منفذ معين تتهمه مثلا؟ لا ما في منفذ معين، انا اتكلم. طيب هذه الاسماك اللي انت جايبها لنا الان، هذه كلها اسماك طازجه. حبينا نشرح للمستهلك عمليات الغش في النوع وعن افضل وافود انواع الاسماك من ناحيه الاوميجا 3، لانه كان في البرنامج مع نوافذ الناس اخذت منحنى خاطئ اللي هو عدم تناول الأسماك والامتناع عنها كليا، مع أن الأسماك تمثل دور أساسي في صحة الإنسان. لا هو كل الشعب يعرف مدى هذا، بس أنا بتكلم عن نقطة. خليك معي إذا سمحت. معي الدكتور تويم، مساك الله بالخير دكتور ناصر. مساك الله بالخير وضيوفك الكرام وكافة الأخوة المشاهدين والمشاهدات. أنتوا أقلتوا المستشار محمد المرزوق على خلفية هذا، دقيق هذا الأمر أم تنفي أم تؤكد؟ لا بسم الله الرحمن. طبعا الجمعية في البداية يعني حقيقة نعتذر عن التصريحات الغير مسؤولة، وأن مذكور هو مع تقديرنا للأستاذ محمد وتعاونه في الفترة الماضية، لكن أدلى بتلك التصريحات على مسؤولية الشخصية، طبعا لا تعبر عن وجهة نظر الجمعية، كما أنه لم ينسق معنا سلفا بخصوص تلك التصريحات، والجمعية لم تفوضه بالتحدث مع وسائل الإعلام أو غيره باسم الجمعية، لأن هناك متحدث رسمي وسبق الحقيقة مع تقديرنا لجهوده سبق حذرناه. فبالتالي الحقيقة أننا نعتذر للأخوة في الجمارك الذين نكرر لهم كل تقدير وفي التعاون وأول اتفاقية ومذكرة تفاهم أبرمت مع الأخوة في مصلحة الجمارك. فقمنا أيضا بمخاطبة صحيفة اليوم بنشر تصحيح لهذا الخبر أمس، طبعا كنا نتوقع إنشر اليوم لكن توقع إنشر غدا، ونسبته إلى صاحبه والتأكيد على أن الجمعية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بهذه التصريحات. تقريبا يمكن النص ساعه انتهى مجلس الاداره اجتماع المجلس التنفيذي، وفعلا اكد قضيه قرار الحقيقه انهاء التعاقد المذكور مع الجمعيه بصله نهائيه، لكن لان التصريحات ما كانت غير مسؤوله ونسبها للجمعيه الحقيقه طبعا تجاه احد لا نرضى الحقيقه بهذا التصريح اطلاقا. الاخوه في الجمارك كجهاز حكومي رقابي خدمي امني اقتصادي يلعب دور كبير جدا، و سبق وحذرناه الحقيقه، لكن يعني ممكن لا بس دكتور ناصر هل خلافكم معه عشان ما نسق في التصريح، ولا انتم تنفون انه ما في مشاكل في الاسماك؟
لانه اللي انتم قضيتكم حمايه المستهلك مفروض. نعم الاسماك فيها مشاكل سواء الداخليه او اللي تستورد، لان لا الحقيقه يعني نقر ان هناك قضايا لكن تعالج بطريقه مهنيه بتعاون الجهات المختصه التي نثق فيها. طبعا هناك جهات تشكر، لكن طبعا قد يكون هناك تصرفات فرديه، قد يكون هناك تلاعب من بعض التجار، لكن نحن نكمل ادوارنا فيما بعض. وبالتالي اعتقد قضيه الادانه لاي جهه ما كانت هذا لا يليق بنا الحقيقه، نحن هدفنا واحد، وبالتالي يجب ان يكون هناك تعاون وتنسيق، وهذا اللي يتم ان شاء الله. طيب تعليق. تعليق دكتور، انا كلمتك قبل طرح المقال وكنا في حوار مع الصحفي لجريدة اليوم، وتم إعادة تنقيح الخطاب من قبلكم، وتم إرسال الخطاب عن طريق الإيميل للصحفي، وأنا ما أتحمل مسؤولية أنه يحور الكلام بالنسبة لي إلى كلام آخر. فأنا طبعا قدمت الحمد لله جهود كبيرة قدمناها للجمعية وقدمناها للمجتمع، وحنا نراقب الله إن شاء الله في عملنا في توصيل المعلومة للمستهلك عن مدى الأسماك الفاسدة الموجودة في مطاعمنا وموجودة في محلاتنا وموجودة في طيب. في 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 أغلب الأسواق والسوبر ماركتات بالنسبة للأسماك الفيتنامية. ما ذكره الدكتور بأنه حذرني أو أنه حنا طبعا عملنا أول ما جيت الجمعية، قال لي الشفافية هي عنواني. مسألة أنه في حالات فردية في الجمرك، وذكرت هذا للصحفي، ويجب على الجهات المختصة اتخاذ إجراء حاسم من ناحية المواد الغذائية أو السلعة التجارية وكل ما يدخل إلى هذا البلد، لأنه هذا يتعلق بجيل قادم والأمراض هذه تكون طيب. تراكمية. نعم وصلت. إذن أنت بس موافق على الإقالة، راح تقاضي أم أنك راح تنفذ؟ والله هذا بيرجع الحوار في الجمعية مع نائب الرئيس، لأني كنت اليوم في حوار معه في نفس الموضوع، وقال يا أبو ركان مدامك على حق، لا تخاف في الله لو ما تلاعب. طيب دكتور ناصر أخيرا في نصف دقيقة. في نصف دقيقة الحقيقة نقدر جهود الأستاذ محمد، لكن هناك الحقيقة أصول التعامل ومهنية يعني، وهناك متحدث رسمي والحقيقة هو حاصني بالخطاب، صار في تعديلات لكنه سبق وصرح للصحيفة وهو أرسل خطاب مسبق للصحيفة، هناك تصريح أيضا مسجل تبع الصحيفة، أن نقدر جهود الأستاذ محمد أي متعاون. الجمعية الحقيقة لا تملك الأموال الكافية الحقيقة لإيجاد مستشارين متفرغين، الجمعية تباشر أكثر من 80 قطاع، وبالتالي الحقيقة نرحب بكل الكفاءات، لكن أيضا يكون ضمن منظومة الحقيقة طيب. أيضا الأنظمة والتعليمات التي تتبع في هذا الجميع حتى نضمن المصلحة العامة. شكرا القضية. شكرا دكتور ناصر، عشان الوقت أستاذ عبد المحسن، ما يتعلق فيكم أنتم الجمارك بسم الله، كيف تتعاملون أول على مثل التصريحات، ردكم عليه أنتم أساسا، هل فعلا عندكم خطط متجددة من أجل حماية الناس وعلى عشان صحتهم مثل الأسماك البضائع الثانية اللي يعني تصير فيها نفس المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أنا أبغى أتحدث عن إذا تسمح لي في عجالة في 3 دقائق 4 دقائق على موضوع عدة نقاط. النقطة الأولى موضوع التصريح، يعني كان عنوان التصريح حقيقة غير موفق والوصف فيه غير موفق، والجمعية طبعا اعتذرت عن هذا العنوان وما ورد فيه. المعلومات قد تكون يعني لم تصل الأستاذ، أنا طبعا أول مرة أتشرف بمعرفته وأنا أتشرف حقيقة بمعرفته والتعاون حقيقة في المستقبل، لكن يبدو لي أن المعلومات لم تكن يعني في مجملها. كنا نتمنى أنه زي هالمعلومات قبل ما تعلن أنه يكون في تنسيق بيننا. أول نقطة فيما يتعلق طبعا أنا ما أبغى أدخل في موضوع الجمعية وموضوع المشكلة الآن الحاصلة وكذا، هم تكلموا في الموضوع واعتذروا وحنا يعني هذا موضوع بالنسبة لنا أقفل، لكن خلينا نتكلم عن ما ورد في التصريح. ورد في التصريح عدة نقاط أنا حقيقة أتعجب كيف تذكر في هذا التصريح، أنه لا يوجد تعاون ما بين هيئة غذاء والدواء والجمارك، وأنه مثل ما تقول حتى سمعت الكلام الأستاذ قبل شوي أنه العمل يجب أنه يكون لجان في المنفذ الجمركي. يا أخوان الجمارك تستقبل اليوم في السنة 65 مليون طن، البطحة الحالة في 5000 شاحنة تروح وتجي، إذا كل جهة حكومية تبي تدخل للساحة الجمركية وتبدا تطبق نقول اكمل بس انا ما قطعت انا سكتت سام خلي اكمل النقطه هذه وقد تقبلها انت ان شاء الله وانا اعتقد انك تقبلها لانها منطقيه. عندي حوالي اكثر من 16 جهه حكوميه،
فإذا أنا فتحت الشاحنة أو التريلا أو أيا كان وكل جهة حكومية جت، معنى ذلك أنه عملنا حيتوقف. احنا عندنا في الجمارك عندنا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات. عندي ميزان مثل ميزان الذهب، الميزان هذا يتعلق بسرعة فسح المسموح والدقة في ضبط الممنوع. أنا عندي إجراءات وتعاون مع الجهات الحكومية ومذكرات تفاهم، أولها ما ذكر رئيس الجمعية مذكرة تفاهم اللي سويناها معهم للتعاون، وحنا نتمنى أنها تصلنا مثل هالمعلومات وغيرها من المعلومات حتى نتعامل معها. هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالأسماك، أنا قرأت تقرير قبل فترة بسيطة عن سوق الأسماك اللي في الرياض. نحن نعلم أن الأسماك سريعة التلف، هذه نقطة في غاية الأهمية. فبالتالي عندي موضوع النقل، وعندي موضوع التخزين، وعندي موضوع العرض. هذه قد تؤثر على تلف الأسماك. ما ودي نجحف في حق هيئة الغذاء والدواء أو في الجهات الحكومية اللي في الداخل، يعني نذكر الوضع بشكله الكامل. ثانيا فيما يتعلق بإجراءات الجمارك، هنا عندنا إجراءات دقيقة فيما يتعلق بالمواد اللي يجب أن تكون مبردة، منها الأدوية ومنها الأغذية وغيرها. عندنا في النظام الآلي إذا لم ترد في حاوية مبردة أو في شيء يعني كونتينر مبرد، النظام آليا يرفضها، وبالتالي هذه نقطة. طيب. أكمل بس لأن نقطتين مهمتك. طيب عشان الفاصل بعدين بعطيك فاصل. أكمل نقطة واحدة ثم الفاصل لأن عندي أربع نقاط. أنا أتكلم عن تعاوننا وقال ما في التعاون بين الجمارك وبين هيئة الغذاء والدواء. حقيقة فيه لجان تعمل على مدار السنة بين هيئة الغذاء والدواء. ما قلنا ما في تعاون، احنا نقول التعاون. بدي أكمل دكتور بعدين. تفضل سامي. التعاون قائم حتى الموضوع لأنه يتعلق بالغذاء والدواء. عندنا ورش عمل مشتركة، في عندنا التعريف الجمركي المتكامل، هذا مشروع جبار. الآن عندنا التعريف الجمركي عبارة عن 7000 صنف، نحن الآن بصدد إعطاء كل سمكة من هالسمك نعطيها رقم كودي معين بالتفاهم مع هيئة الغذاء والدواء. في ورشة عمل مشتركة الآن، دخلنا في موضوع الأدوية، في لجنة مشتركة للأدوية. طيب. لجنة مشتركة للأدوات الغذائية، للمواد الغذائية، لجنة مشتركة. استخرتك مفروض من زمان. فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلاً وسهلاً بكم من جديد. إحنا لازم نتكلم عن الأزمة اللي صايرة بين حماية المستهلك والمستشار محمد المرزوق وأيضاً الجمارك. بعطيك عندنا باقي 3 دقائق، اليوم وقتنا ضيق، بعطيك 1.5 دقيقة. تفضل. طبعاً أقول بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا هدفي هو صحة المواطن وعملية دخول أسماك فاسدة عن طريق منافذ الجمرك، سواء كانت أسماك طازجة في برادات غير مؤهلة لعملية النقل في الحفاظ على الأسماك، أو دخول الأسماك المجمدة التي تكون تحتوي على مواد كيميائية مثل الميلاكايت جرين، اللي تقوم هي في الأساس في عملية تطهير الأنهار وعملية قتل الحشرات الموجودة في هذه الأنهار، وتكون الأجسام الأسماك الباسة تكتسب المواد الكيميائية في 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 أجسامها، وبعد كذا يتناولها الإنسان، وتكون على بعد تراكمي لها تأثير في جسم الإنسان، بحيث أنها والعياذ بالله ممكن تسبب على المدى البعيد أمراض للسرطان والعياذ بالله. فحنا ننصح جميع المستهلكين بتجنب أسماك المجمدة والأسماك الموجودة في بيئة رديئة، وحط بعض التساؤلات يعني أمام المستهلك، يعني لماذا أسماك الباسة تأتي في ليه؟ لماذا أسماك الباسة يقطع الرأس والذيل وتحضر اللحم فقط؟ هذه عدة تساؤلات. لماذا أسماك الباسة منعت في 2002 من دخولها لأمريكا؟ فأسماك الباسة هي أسماك ضارة، وحنا نحذر منها جميع من يتناولون أسماك الباسة. انتهت 1.5 دقيقة. تفضل. أنا حقيقة في نهاية اللقاء، ولو اللقاء كان قصير وعندنا أشياء كثيرة نوضحها، يعني كنت أتمنى من الدكتور أنه حقيقة يتأكد من المعلومات من جهات رسمية،
ويطلع عليها، وإذا كان هناك ملاحظات يمكن نتداولها مع حنا نستفيد من الكل ونتعامل مع كل الجهات سواء الحكومة الأهلية. وقعنا مذكرات مع كثير من الجهات، المختبرات الخاصة الآن نتعامل معها ونحيل لها عشرات الآلاف من العينات من القطع الأخرى. ما تم رفضه العام هذا، وهذا لا, لا, لا يمكن أن يحدث لو لم يكن هناك جهد ونشاط وتعاون، ما تم رفضه بسبب تحليل العينات للدوات الاستهلاكية تجاوز 77 مليون وحدة، وما تم ضبطه من الغش التجاري والتقليد 55 مليون وحدة. وبالتالي عام 2012 قرابة 120 مليون وحدة منع دخولها بسبب جهد كبير تقوم به الجهات الحكومية المختصة، تقوم به الجمارك، يقوم به القطاع الخاص اللي يتعامل مع الجمارك والجهات الحكومية الأخرى. فيما يتعلق باللحوم الطازجة والأسماك، نحن لا نسمح بدخول الأدوية أو المواد الغذائية والأسماك ما لم تكن مبردة، وهذا مضبوط في نظام آلي. أنا أتمنى حقيقة أنه يعني التصريحات تكون يعني نعم، يعني هو عنده وجهة نظر. نحتاج إلى حلقة أخرى برضو نوضح بعض المواد. شكرا لك أستاذ عبد المحسن الشنيفي، شكرا لك أستاذ المستشار محمد مرزوق، أيضا شكرا للدكتور التويم كان معنا هاتفيا. اليوم خلصنا، ضغطنا في الوقت، نعتذر منكم من ضيوفنا، ألقاكم غدا في أمان الله.